موضوع آخر وهو صندوق التعويضات للأطباء، وهناك قرار بأن تكون التعويضات بأثر رجعي. لو تشرح لنا بالظبط إيه آلية الصندوق ده وما هي التعويضات التي تقدم للأطباء؟ احنا في اجتماع مع سيادة الرئيس في شهر 6 2020 وجه سيادته ان احنا نعمل صندوق للتعويضات للأطقم الطبية ولأسرهم اللي بيفقدوا حياتهم او بيصابوا بشكل جزئي او كلي نتيجة المهنة، سواء كان طبيب او ممرضة او اي أطقم طبية. واشتغلنا وصدر قانون 184 لسنة 2020 من مجلس النواب، والحقيقه بذل الدكتور علي عبد العال مجهود كبير جدا علشان نعمله باثر رجعي من تاريخ اول حاله كورونا ظهرت في مصر يوم 13/2/2020. وكان عشان يعمله باثر رجعي كان عليه انه ينادي على 100% من اللي قاعدين على الاقل تلتين المجلس اسم اسم ويقول رايه مباشره، فخدت الجلسه دي اكتر من ساعتين وصدر القانون 184 سنه 2020. بصدور هذا القانون شكلنا مجلس إدارة الصندوق ورئيس الصندوق والمدير التنفيذي وإيرادات الصندوق وتحصيلها، ودلوقتي احنا قربنا وطبعا خدنا مقر للصندوق حتى في العاصمة الإدارية في المباني الإدارية الجديدة. وإن شاء الله الصندوق ده مش بس لضحايا الكورونا، لأي طبيب أو ممرضة أو أي أطقم طبية تفقد حياتها أو يتعرض لإصابة جزئية أو إعاقة جزئية أو كلية نتيجة مهنته، للأسر وللمصاب. وده هنبدأ ندي من أول اللي أصيبوا أو توفوا من أحداث الكورونا في أول في فبراير 2020. فإن شاء الله خلال يعني وقت قليل هنبدأ نصرف التعويضات للناس. طبعا ده يعني تكريم كبير جدا، واول مره يبقى عندنا صندوق زي ده، ما كانش موجود قبل كده. وده لان التضحيات او البطولات الحقيقه اللي حصلت من الاطقم الطبيه يعني كان ليها اثر كبير جدا، وسياده الرئيس وجه بسرعه انشاء هذا الصندوق وانه يكون بقانون، ما يكونش بس يعني تعويضات بشكل استثنائي. طيب